ثلاثة قطاعات تستحوذ على النصيب الأكبر من تطبيقات الرعاية الصحية في نظام نظارة أبل. أهم ما ستقدمه فيجن برو هو التواصل بين الأطقم الطبية والتخطيط الجراحي، كذلك الصحة النفسية. فمثلاً تطبيق سيرانو هيلث طورته مستشفى بوسطن للأطفال، ويوفر برامج تدريبية وتفاعلية للطلاب ليتعرفوا على مختلف المعدات الطبية ومهامها. أما تطبيق ماي ماكو يساعد الجراحين على تصور ومراجعة بيانات المرضى أثناء جراحات التغيير عظام الفخذ أو الركبة داخل بيئة تفاعلية وتجربة ثلاثية الأبعاد كما ظاهر أمام الشاشة. وهناك أيضا تطبيق سينماتيك رياليتي يحول أي صور بالأشعة السينية إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد يمكنك التفاعل معها، كما يوفر فرصة للتعرف على جسم الإنسان والتشريح البشري عن قرب. أخيراً تطبيق زايا وهو أفاتار كرتوني يدعم الصحة العقلية للمريض بالذكاء الاصطناعي، يضعه في أماكن خيالية مختلفة ويساعده على إجراء تمارين التنفس العميق والتأمل. لنتابع ماذا سيقول لنا زايا.